في ذكرى عيسى بن راشد. يا زين ذكريني لي غيبتني بحور وبشوق ناديني، يمكن الدنيا تدور وارد ويا الصيف ولا الشتاء لي رد ولا مع الأشواق وقت الربيع والورد. الكبار وحدهم لا تعترف الجغرافيا بغيابهم، فهم حاضرون في المكان والقلب والذكرى، لهم ينبض القلب مع ذكر اسمهم، وهكذا تفعل قلوبنا كلما ذكر اسم الشيخ عيسى بن راشد بن عبد الله آل خليفة. من منا يمكنه أن يذكر الإعلام أو القصيدة الغنائية أو الرياضة في الخليج العربي دون أن يقف أمام ما حققه المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن راشد من إنجازات نفخر ونعتز بها ولها الصدى المحبب في قلب كل بحريني وقلب مركز الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة للثقافة والبحوث. وفي المركز بالتحديد في بيت الشعر، بيت الشاعر إبراهيم العريض في المنامة، جاءنا الشيخ عيسى يشاركنا افتتاح بيت الشعر المتفرع عن المركز، حيث عانق قلبه المكان واحتفظنا بزيارة ولقاء ستبقى من أجمل لحظات يشهد عليها ذلك البيت. ليت العمر ينشرف ولا العمر ينباع، كنت اشتريت الصبأ وحريت هالخداع. ليت العمر ينشرف ولا العمر ينباع، حديتني يا هوى أحب هالجاسي، لا هو يحب ويود ولا أنا بالناسي. يا حب تالي العمر ما جيت من أول، وأنا في عز الصبا والوقت كان أجمل. وليت العمر ينشرف ولا العمر ينباع، كنت اشتريت الصبا وحريت الخدع. لا ننسى تلك اللحظات كما للمحرق ذكرياتها التي لا تنسى مع ابنها الذي ولد فيها عام 1938 وتعلم في مدارسها قبل أن يتوجه إلى كلية الحقوق بجامعة عين شمس بالقاهرة. هناك تخرج وعاد إلى البحرين حاملاً معه انفتاحه على العالم وعلى الثقافة والفنون والآداب. للعدل والحق مال قلبه، فكان أميناً لهذه المبادئ طيلة حياته، ومن يعرفه يتخيله بقلبه الكبير وعدله المميز في كل ما قام به وقاله في حياته. عمل على تطوير المنظومة الإعلامية بما يملك من مخزون ثقافي، فاهتم بتراث البحرين الأدبي والفني ووثق للفنون الشعبية، وعمل على إبراز الأعمال التراثية الفنية تسجيلاً وأرشفةً بما أثرى مكتبة الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة لما أعده وقدمه من برامج إذاعية وتلفزيونية. عملت بجد واجتهاد على أشياء كثيرة، قدمت برامج ناجحة وتلقى صدى عند الجمهور، لكن الشيء الوحيد اللي أعتز به اعتزاز كبير هو محافظتي على التراث. سجلت التراث البحريني حق العلان، بطبانية، محمد جويد، يوسفوني، المطربين كلهم. كان الشيخ عيسى بن راشد الإداري الشاعر، فاهتم بالأغنية وصاغ لها الكلمات العاطفية والوطنية. والهان يا محرق وادور في السكة، ما حد عرفني فيك،
يا محرق ايش دعوة، خلي اللي وعدني بعد البراحة ببيت، نطرته طول اليوم واقف ولا مليت، ايش فيه خلاني وايش فيه ماياني، وما حد في المحرق ببيت دلاني، ما حد عرفني فيك يا محرق ايش دعوة. في الرياضة لا يمكننا أن ننسى فضل المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن راشد الذي أعطاها قلبه وفكره. كان الشيخ عيسى بن راشد مبدعاً في القصيدة الغنائية المحلية التي كانت رافداً للأغنية البحرينية التي برز من خلالها عدد من الفنانين، كما كانت له مساهمات أدبية في مجال الشعر والتراث ومشاركات في كثير من الندوات والمحاضرات التي يدعى لها كمتحدث فيها لما له من خبرة وعلم. وكرمته القلوب قبل الأوسبة الكثيرة التي استحقها في حياته. لا حط لي مصوت يدور في البحرين يسأل عن اللي راح وما رد من يومين، يا لولو والبحرين ما هو سهل نلقاك، مليت قلبي حنين والحين شلي ياك، وبحط اللي مصوت يدوره في البحرين. في 1982 انطفأت شمعة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة في اليوم 12 من مارس عام 2020، ولكن ضوءها يستمر معنا ليبقى حاضراً في أغنياته ومنجزاته في كرة القدم والرياضة وفي كل المجالس وحكايا البحرين الجميلة، وفي مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث حيث لذكراه نلتقي ونحتفل.